اقدر اسوي هيك. يعني من تسوي شارحة 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 تقاسيم. وإذا لا ما عندك تقاسيم تضرب صول دوز غرف طبعا شرب يدك تقدر هاي بعدين بس اسف ليش دا اقول لك ايش عزفه لان انت ماشي على وزن بطيء اي ما يصير انت تسوي مثلا تطلع اوت نفس الوزن على نفس الوزن صار حجاز بين المال فاضي صار من سهر وملك حل بكاني وصور